وكر وكر اللي تعاطي المخدرات، تعاطي الكحول، المهلوسات. هاك شوف السادة المشاهدون، سعد الله أوقاتكم بكل خير في من ولاية المنيعة وبالضبط من ايوا عدم هاد البيبان هادو الحوايط هادو من الداخل ومن البر. ها شوف شوف الله يبارك هاد المساحة الشاسعة اللي شوفك راسها الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدي وحبيبي وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم. السادة المشاهدون، سعد الله أوقاتكم بكل خير من ولاية المنيعة وبالضبط من حي 200 مسكن. نشوف هذا العقار، إحدى العقارات الموجودة بولاية المنيعة. هذا العقار هذا موجود بحي 200 مسكن بالدوسو. ربما يعرفوا لا جيل التسعينات وجيل الثمانينات يعرفوا هذه البلاصه، واللي هي كانت سوق الجمله، سوق الكروك بكري. شوف هذا العقار الله يبارك اللي توسط ولاد، يعني مساحه شاسعه الله يبارك، اللي ربما تكون مستغله هذه، ولكن مش عارف ربما الامور الاداريه اللي خلت هذا العقار هكا قاعد. ها هادو حوانيتك، تشوفها من الحوانيت هادو. هادو حوانيتك تشوفوا، حوانيت ضايعين. ربما لأول مرة أنا نصور في هذه البلاصة هذي. ها حوانيت ضايعين، يعني حتى راهم ذكاء وكر وكر اللي تعاطي المخدرات، تعاطي الكحول، المهلوسات. هاك شوف ها، يعني مكان ما شاء الله. هذا سوق القرو، نرمو يعني جهود الدولة كلها تصب باش تعاود تفتح هاد السوق هادو ولا يديروه. المهم حاجه مليحه للبلاد، تنفع للبلاد وتنفع سكان ولايه المنيعه. وراه كان يخدم يعني سبحان الله، راه كان سوق يعني معروف وسوق ناشط في التسعينات وفي الثمانينات حتى في بدايه الالف. هادو كانوا مفتوحين، كانوا مفتوحين. ها ايوا ها ها شوف ما شاء الله، ها هم الحوايج كنا فيهم الله يبارك. وها وين السوق، وين كنحطوا البراريك تاعهم الناس تجار من الداخل ومن البر. ايوا عندهم هاد البيبان هادو الحوايج هادو من الداخل ومن البر. ها شوف شوف الله يبارك هاد المساحه الشاسعه اللي توسط ولايه المنيعه. ها وين السوق، وهذيك هذيك الفيستيار، هذه الفيستيار هذه، يعني كان كما حنا نقولوا سوق منظم ما شاء الله. فيه الحوانيت كما كنا نشوفوا هادو همين، هذوك راهم بداو وكر وكر صراحة اللي تعاطي المخدرات والمهلوسات. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدي الشباب هنا إن شاء الله الطريق. هاك تشوف ها هنا من الباب، البوابة الرئيسية نتاع السوق هذا اللي جاية، جيت طريق تدي الدوسو، تدي السونتر، تدي الحي بالعيد. وهذا الفيستيار، وهذه من العيادة نتاع الدوسو. هاك تشوف العيادة نتاع الدوسو هاي وين، هذا من جلب من الباب الخلفي، من الجانب الخلفي الدوسو. هاي العيادة هذه هي كما راكم تشوفوا تاع الدوسو، هذه الفيستيار هاي. ها سيدي ها هي، شوف كراسة الدعوة. هذه الفيستيار كراسة تفلق كاع راحت اسيدي. عقار ربما كيما هذا في وسط المنيعة بمساحة كيما هذي، ربما تستغل. شوف 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 كي صالح، وهاذيك البوست بوليس كيما كتشوفو تاع الدخلة ها وين، هذا البوست بوليس، وهذا الكراج تاع الدخلة، وهذي هذا السوق الكرو، هذا هو سوق الكرو تاع المنيعة كي كان سابقا. حاليا مش عارف انا الامور القانونيه والاداريه واش راهم دايرين، يعني مش عارف حتى العقار درك حاليا مش عارف شكون تابع، ولكن نتمناو ان شاء الله من المسؤولين، من رئيس البلديه، من الوالي، من رئيس الدائره، هذه البلاصه تستغل للصالح العام، يعني يرجعوا لنا سوق كرو، ويرجعوا حاجه مليحه للبلاد. واجر الجميع على الله، والسلام عليكم ورحمه الله. السادة المشاهدون، سعد الله اوقاتكم بكل خير في من ولايه المنيعه وبالضبط من حي 200 مسكن دوسو. طبعا متواجدين هذه البلاصه ربما الكثير من الناس يعرفوها، والكثير ايضا من الناس اللي ما يعرفوهاش، اللي من جيل الالفينات ما يعرفوش هذه البلاصه. هذه البلاصه سيدي كانت سوق الكرو، سوق الجمله. شوف ما شاء الله عقار من عقارات ولايه المنيعه.
وتسلم لهم شهادة إحصان.